المنبه انطفأ. اليوم هو اليوم المنتظر. تركت الذكاء الاصطناعي يتحكم في كل شيء أفعله، ولكن ليوم واحد فقط. دعونا نرى ما إذا كان الروبوت يمكن أن يساعدني في البقاء على قيد الحياة خلال هذا اليوم، أليس كذلك؟ أحضر جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي وأفتح تشات جي بي تي وأكتب السؤال الأكثر أهمية الذي يمكن لأي إنسان عاقل طرحه على الذكاء الاصطناعي في الصباح: ما الذي يمكن أن أتناوله على الإفطار؟ يقول روبوت الدردشة: صباح الخير، ماذا عن بعض البيض المخفوق مع الخبز المحمص والأفوكادو على الجانب؟ أو إذا كنت في حالة مزاجية لشيء حلو، يمكنك صنع بعض الفطائر أو الوافل بالفواكه الطازجة والشراب. خيار آخر يمكن أن يكون بوريتو الإفطار مع البيض المخفوق والجبن واختيارك من اللحوم أو الخضار. آمل أن يساعد هذا. هذا الرفيق الاصطناعي الذي يتحدث معي لبق جدا، والقائمة التي اقترحها جيدة جدا، ومع ذلك أتناول فنجان قهوة المعتاد وأتجاهل نصيحة روبوت الدردشة. أعني، ما لديه الوقت لطهي كل تلك الأطعمة الشهية في الصباح؟ غسلت أسناني واستحممت، والآن علي اختيار شيء لأرتديه. يا روبوت الدردشة، بحاجة إلى مساعدتك، ماذا علي أن أرتدي اليوم؟ هذا يعتمد على خططك لليوم والطقس. إذا كان الجو حاراً بالخارج، فقد ترغب في ارتداء شيء خفيف وقابل للتنفس مثل السراويل القصيرة والتيشيرت. إذا كان الجو أكثر برودة، يمكنك اختيار الجينز والسترة. إذا كان لديك أي أحداث أو أنشطة محددة مخطط لها، فقد ترغب في ارتداء الملابس وفقاً لذلك. في النهاية، عليك ارتداء ما يجعلك تشعر بالراحة والثقة. نعم، هذا منطقي وأشياء، لكنه ليس بالمعلومات. حقاً، بالمناسبة، الطقس رائع اليوم، ولا أشعر حقاً بالرغبة في العمل اليوم. مهلاً، ربما يجب علي تخطي العمل اليوم. ما رأيك يا سيد جي بي تي؟ كنموذج للغة الذكاء الاصطناعي، لا يمكنني الوصول إلى جدول عملك أو مسؤولياتك. من الأفضل مراجعة صاحب العمل أو مشرفك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة للذهاب إلى العمل اليوم. لا، هذا ممل. أتعلم ماذا؟ روبوت الدردشة يشبه أمي تماماً، فهي تقول دائماً نفس الشيء، باستثناء أنها ليست نموذجاً للغة في الذكاء الاصطناعي. حسناً، برنامج الدردشة الآلي، ربما يمكنك على الأقل اختراع كذبة لائقة لإخبار مديري. أنا آسف، ولكن بصفتي نموذجاً للغة الذكاء الاصطناعي، لا يمكنني مساعدتك في اختراع كذبة لإخبار رئيسك في العمل. من المهم أن تكون صادقاً مع صاحب العمل الخاص بك، وأن تبلغ عن أي تغييرات تطرأ على مدى تواجدك أو جدولك الزمني في أقرب وقت ممكن. إذا كنت بحاجة إلى قضاء يوم عطلة، فمن الأفضل أن تكون صريحاً وتقدم سبباً وجيهاً لغيابك. لا، روبوت المحادثات هذا مثل هؤلاء الأطفال المملين في المدرسة. أياً كان، نعم، جي بي تي شيء رائع إذا كان لديك سؤال فعلي وليس سؤالاً بلاغي. يمكن أن يوفر لك وصفة لطيفة أو مساعدة في واجباتك المدرسية أو حتى مشروع عملك، ولكن بمجرد أن تبدأ في التحدث إلى روبوت المحادثة كما لو كان شخصا حقيقيا، فإنه يقول كنموذج للغة الذكاء الاصطناعي، وتختفي كل المتعة. نعم، بالتأكيد لم أكن أتوقع أن تكون مملة.